ألف 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 مليون مبروك لكل الأهلوية، مليون مبروك لكل المصريين. الأهلي بطل أفريقيا في الكرة الطائرة بعد التغلب على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط، وبعد مباراة كبيرة جدا جدا من النادي الأهلي، وفي نفس الوقت كانت صعبة مع منافس صعب جدا وهو فريق الترجي التونسي، وبطولة جديدة رقم 15 في تاريخ بطولات النادي الأهلي الأفريقية. فرحة كبيرة وسعادة كبيرة بكل تأكيد، لأن رجالتنا رجالة الطايرة عملوا بطولة مميزة وجابوا لنا لقب قاري جديد. كابتن أحمد ألف مليون مبروك. ألف مبروك، يعني بصراحة حاجة يعني الواحد سعيد جدا، وبهني اللعيبة والجهاز الفني ومجلس إدارة وكل مشجعين الكرة الطايرة في النادي الأهلي. يعني كابتن رضا ألف مليون مبروك، ولاعيبة رجالة النهاردة في الحقيقة. مليون مليون مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز كله والفني والاداري والطبي وكل واحد تعب، ومبروك للمجلس الاداره، ومبروك للرئيس كابتن محمود الخطيب اللي هو عمل لفته جميله قبل السفر، ويعني وادهم دفعه معنويه ان هم يقدروا يكملوا ويكسبوا البطوله ان شاء الله. بمناسبه النقطه دي، هي كل التحيه في الحياه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي كان مؤمن جدا باللعيبه دي وبالمجموعه دي ان هم يسافروا. كان ممكن قوي بعد ما تخسر الدوري والكاس تقول مش مشكله خلاص نشارك في البطوله دي او في النسخه دي، لكن كان عندهم ايمان وثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان هم يسافروا ويرجعوا لنا بالبطوله من قلب تونس زي ما عملناها قبل كده في 2015 و2017. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع نكمل، يلا بينا. فرحة كبيرة طبعا، بطولة قارية جديدة لرجالة الطايرة في النادي الأهلي. بس في الحقيقة لازم أحيي كل التحية على المجهود الكبير جدا اللي بذلته قناة النادي الأهلي، متمثلة في الأستاذ سيف الوزيري طبعا رئيس مجلس إدارة شركة استادات، اللي عمل مجهود كبير عشان ينقل هذا الحدث من خلال شاشة قناة النادي الأهلي الدور قبل النهائي والنهائي، وأيضا الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف، وكذلك طبعا الأستاذ إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي. وعمر ما قناة النادي الأهلي هتبخل بأي مجهود من خلاله ترضي كل آمال وأحلام جماهير النادي الأهلي في كل مكان. فطبعا التحية واجبة ليهم بشكل كبير جدا، لأن عايشونا بصراحة لحظة احنا بنحبها، وهي لحظة الفرحة مع فرقتنا ايا كانت اللعبة ايه او اي لعبة داخل النادي الاهلي، اكيد بنبقى حابين ان احنا نفرح معاهم على الهواء مباشرة. فالف الف مليون تحية ليهم. مباراة كبيرة كابتن احمد، مجهود كبير، و يعني منعطفات عدينا بيها كتير خلال احداث اللقاء، وزي ما اتكلمنا قبل المباراة ان المبادرة كانت مهمة، لكن في نفس الوقت كان في صعوبه في المبادره بالنسبه للنادي الاهلي لان بنلعب فريق كبير مع بدايه الشوط الاول تحديدا كمان. يعني احنا برضو بدايه المباراه احنا ابتدينا بعبد الله عبد السلام واحمد صلاح مركز اربعه، كان احمد سعيد واحمد عبد العال، مركز ثلاثه كان عبد الحليم عبده ومحمد عادل. وزي ما قلنا كده ان هي مش الدكه، ما اقدرش اقول الناس الاحتياطي، ال 14 واحد الاساسي اللي كان موجود، نزل حسام، نزل طبعا كان مفاجاه جدا ان احمد عبد الرحمن الحسيني يكمل المباراه، وكان اداء من الشوط الاولاني يعني من نقطه تحول ده قبل المباراه شاد بيه شاده كبيره في الحقيقه. هو لسه طالع من الناشئين السنه اللي فاتت، يعني كان بيلعب تحت 19 السنه اللي فاتت، وكان يعني لعيب هاي، هو يعني يعتبر فاكهه الكره الطايره في مصر الفتره الجايه دي. لعيب يعني لعيب حريف، يعني كره طايره لعيب حريف بيشتغل دماغه اكتر ما بيشتغل بايديه. فيعني احنا لا الماتش النهارده تقريبا يعني حتى المحترف مصاب برضه ونزل واثر. بس هو الشوط الثالث انا يعني شايف ان هو كان ماتش كان يخلص 3-0، لكن هو يعني حصلت
مش غلط، هو جه بوزيشن في بوزيشن اللي كان فيه عبد الله عبد السلام في واحد، وده بيبقى بوزيشن صعب قوي بالنسبه لان احمد صلاح بيبقى في مركز اربعه ودي مش عدلته في الضرب يعني، وعبد الرحمن حسيني كان في مركز اثنين برضه ده مش مكانه، فهي دي النقطه ان خسرنا نقطتين ورا بعض، فهي دي اللي جابت احباط للفرقه. وانا قلت وتوقعت ان الشوط الرابع هيبقى صعب، لكن احنا الحمد لله يعني يمكن الحمد لله ان احنا في الشوط الرابع 25 16 جبنا 11 7 بلوكات 7 بلوك ودي كتير قوي، وده احنا قلنا برضو ان احنا عندنا الميزه ان احنا ما لعبناش ارسال قوي جدا، ارسال كنا بنلعب ارسال موجه ومعظم كوارهم كانت بره خط التلت، لكن هو كان عندهم لعيب طبعا رقم 7 يعني هو لو كان يعني هو كان كل كره بتخلص كره من المعد بيرفعها له في اي مكان كان بيخلص كوره، كنا طيبا بنلعب ضد حمزه نقه يعني هو لكن ما شاء الله النهارده يعني طبعا ما يضيعلناش ارسال، ما عملناش اخطاء زي ما قلنا احنا اخطائنا كانت قليله جدا خاصه في الارسال، ما عملناش يعني هم برده ما عملوش حاجه بيلعبوا ارسال قوي جدا، لكن احنا ارسالنا الاستقبال بتاعنا كان رغم ان احنا عندنا لكن احنا عندنا طبعا احنا بنقول الكور اللي بتبقى بره الخط بس اللي كان فيه مشكله شويه مشكله ان هو ارسالهم كان قوي بيلعبوا ارسال قوي جدا او عندهم ارسال يعني هم مميزين قوي يمكن كانوا افضل مننا في الارسال، لكن احنا الاستقبال بتاعنا كان كويس حتى لو كان بره التلت احنا عندنا لعيبه مميزين جدا في الكور الكور زي ما بنقول عليها اوت في السيستم في الكره الطايره يعني الكره مش جايه المعد في مكانه، فعندنا كان احمد صلاح طبعا مش هقول يعني هو خلاص احمد صلاح كان موجود النهارده مش محتاج احمد صلاح مش محتاج ان احنا نكلمه يعني بقى يعني بقى له 20 سنه في اساسي في مركزه في منتخب مصر والنادي الاهلي يعني بقى له 20 سنه بيلعب من 2002 لحد 2022 واحد بيلعب اساسي في مكانه 20 سنه ما حدش قدر يجي جنبه كتفه بس انا كتفه في كتف احمد صلاح يعني، فاحنا بنهنيه بجد والله يعني البطوله دي يعني هي وعبد الله كانوا حاجه مهمه. الاهلي ملوك الصالات في كل الالعاب واكيد الاهلي كيان ومش كيان بس ده كيان كبير كمان. في حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اسال على الاهلي وبطولاته هيقول لك وسع للارض، وكفايه على الاهلي انه الاهلي نقطه ومن اول السطر الاهلي. مفيش كلام يعني عندنا رجاله مميزين جدا رغم ان كانت البطوله صعبه بكل تاكيد بالتحديد بعد خساره الدوري والكاس وكلام كتير قوي قوي من كل المتابعين على هذا الفريق ان الاعمار السنيه زادت وان كلام من هذا القبيل يعني، وكان في تشكيك كبير جدا في مشاركتهم في البطوله دي ومدى امكانيتهم في حصد اللقب، لكن ثقه مجلس الاداره اكيد ودعم جماهير النادي الاهلي كان مفتاح الفوز بالبطوله الافريقيه. كابتن رضا، اجتماع الكابتن محمود الخطيب قبل السفر مع اللعيبه دي وبعد خساره الدوري والكاس اكيد كان ليه مفعول السحر في التتويج بهذا اللقب. طبعا طبعا ده له مفعول السحر ومفعول الثقه ومفعول الدفعه ومفعول كل حاجه. هناخد من الاغنيه الاهلي كيان ومكان. حلو. اهلي كيان ومكان هو ده الاهلي اللي معودنا عليه.
اولا احنا مش هنتكلم في التحليل للمباراه، هنتكلم انا كاحساس دلوقتي اللي انا قاعد في وسط الملعب ازاي وفرحان ومبسوط ان الفرقه دي كسبت تونس في وسط تونس وخدنا البطوله. الحمد لله خدنا البطوله الافريقيه رغم من كل الصعوبات اللي احنا تمرينا بيها واتفقنا عليها قبل المباراه، لكن الاجمالي كله بتاع المباراه شويه رجاله شويه لعيبه على اعلى مستوى، سواء الثنائيات اللي في البلوك وفي الارسالات وفي الدفاع طبعاً. واللعيب الصغير الحسيني ده هو اللي جاب لنا الشوط الاول والشوط الثاني من الارسالات بتاعه والدفاع الجيد في نهايه المباراه. يعني انت بتتكلم في بعد البونت ال20 الحسيني بقى هو اللي يطلع لك الكور ويطلع لك الارسال كويس وكسبنا. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني مش عارف انا من الفرحه انا والله مبسوط جدا ازاي ان اللعيبه دي انا فرحان عشانهم والله طبعا فرحان فوق ما تتخيل طبعا. ان اللي حصل للناس دي والكلام الكتير قبل البطوله كل ده سبب في اداره الاهلي اداره الاهلي صراحه، يعني كابتن خطيب برضو له رؤيه مش عند اي حد صراحه مش عند اي حد خالص، ان هو بيبص دايما انا النهارده يقول لك انت الفرقه دي والجيل ده فرحنا على مدى سنوات طويله صح صح ناخد صح البطولات المحليه والافريقيه والعربيه والكلام والكاس وكل حاجه. كان بكل بساطه لا انتوا ما تروحوش خلاص، لا دفعه واحنا نفرح نحزن النهارده ونزعل النهارده بس هتفرحونا احنا واثقين فيكم ومتاكدين ان انتوا تعملوا حاجه في تونس وتكسبونا وترجعوا بالكاس. هو ده هو ده الاهلي هو ده الكيان هو ده صح القائد زي ما بنقول. في بس نقطه مهمه انا عايز اتكلم عنها هي في الجانب الفني شويه يا كابتن رضا، يعني البلوك كان ليه دور كبير جدا جدا النهارده بصراحه. احمد سعيد عمل ماتش مميز جدا من ضمن نجوم المباراه مع الحسيني طبعا مع عبه كمان في بعض فترات المباراه مع عادل وعبد الله. بص احنا الكلام اللي احنا قلناه قبل الاستوديو قبل المباراه صح انه بدايه الهجوم بتاعي الارسال صح الارسال القوي الموجه عندي مفاتيح لعب بتاعه النادي الاهلي عندي السناتر بتاعتي الكويسه جدا اطلع اول كوره عبد الله ما شاء الله عليه بيعرف ازاي يمشي الفرقه تطلع اول كوره كويس يقدر يمشي اللعب ازاي يدي الكوره هنا يدي الكوره هنا. احنا بنستمتع في الشوط من اول الشوط بس الثالث والرابع ده حتى رغم ان احنا خسرنا في الشوط الثالث بس مستمتعين باللعب مستمتعين ان في اداء مستمتعين ان في شغل جوه الملعب باين صراحه يعني شغل واضح اللي في جوه الملعب ازاي ده بيغطي ازاي وهنا معروف الضرب فين برغم ان ايه انت بتلعب في وسط اجواء ونفسي فوق ما تتخيل اكيد وضغط كبير وجمهور ضغط الجماهير والجمهور زادت زادت يعني مع بدايه المباراه كده على مستوى المباراه من اولها لغايه الاخر بتزيد فده حمل عليك اكتر فالحمد لله اللي انت تقدر تعمل هذا الكلام وتكسب وتفرح جمهور النادي الاهلي وتفرح الكيان بتاع النادي الاهلي هو ده المهم عندي من اهم تحليل من اهم اي حاجه ان انت ترجع بكاس افريقيا الحمد لله يخش المزيد ان شاء الله باذن الله يجوا بالسلامه باذن الله. كابتن احمد الشوط الثالث تحديدا بعد ما انت كنت قربت خلاص تكسب وكان 24-22 فجاه بقت النتيجه 26-24 ليهم وقدروا ان هم يكسبوا، بالتالي طبيعي جدا ان انت تيجي في الشوط الرابع ثقتك تقل شويه في نفسك في المقابل هم معنوياتهم ترتفع، فكان اكيد في صعوبه كبيره جدا في الشوط الرابع. ازاي قدروا يتعاملوا في الشوط ده وان هم يخلصوا الماتش من الشوط ده؟ هو بيقول لحضرتك هو احنا كان خلاص يعني الفرقه بتفكر ازاي هنحتفل خلاص 24 خلاص 2-0 فدي دي يعني صعبه قوي بالنسبه لاي فرقه ان هي ترجع تاني. يعني انا توقعت ان هيبقى في صعوبه في الشوط الرابع لكن اعتقد ان هو حائط الصد يعني في الشوط الرابع احنا عملنا 7 كور حائط صد خاصه منهم كان عبد الله عبد السلام حوالي 4 كور حائط صد فدي فرقت لعبنا سريع كويس فاحنا يعني جبنا نقط سهله قوي نقطه بالحائط الصد بوظنا لهم استقبال عندهم فهو يمكن النهارده نقطه القوه بتاعتنا هي الارسال الموجه حتى لما ما جبناش ايس كتير قوي النهارده لكن هو الارسال كان موجه بوظنا لهم استقبال عندهم فابتدى البلوك وحائط الصد والبلوك والدفاع
وبعدين نعمل كونتر اتاك بعد كده باحمد صلاح، يعني اي كوره احمد سعيد الاثنين دول كانوا مميزين جدا في الكوره اللي بعد الدفاع. هو ده اللي رجع لنا الشوط الرابع. واللعيبه لا اللعيبه عندها خبره كبيره قوي وعندها ثقه وعندها كم من البطولات وكم من الماتشات ان هي ما تقدرش تتهز، لكن اي فرقه ثانيه كانت ممكن، لكن غير فرقه النادي الاهلي دي لا. احمد وعبد الله موجودين في الملعب بيبقى صعب ان هم يخسروا طبعا. الخبرات كمان بتبقى كبيره جدا وبيلعب يعني كل نقطه يعني بيكافى على كل نقطه يعني ما بيقدرش يعني لو تشوف عبد الله في ماتشات الدوري حتى لو 24-0 وكوره جت وحشه او حسم الحكم ما عجبوش بيقعد يتكلم ويقعد يعني ما عندوش حاجه اسمها يخسر يعني. فهو ده اللي بان في الشوط الرابع يعني اكيد. طيب كابتن رضا، دور الكابتن محمد مصلحي ميدو النهارده عمل مباراه كبيره، واقف على الخط مركز جدا طبعًا جدا واضح طبعًا من خلال تعليماته وتوجيهاته طبعًا يعني طبعًا. رايك ايه في ادارته للمباراه النهارده؟ لا ممتاز فوق الممتاز. ليه؟ هو في وقت من الاوقات لو احنا نرجع من المباراه اللعيبه داخل الملعب زعلانين ان البونت بيروح منهم وفي عصبيه شويه، فبدا هو يهديهم مفيش مشاكل صح وحتى صح باين صح بايديه انه أيوة انه بيعمل كده يعني نهدى ما يهمش وما نقلقش وبالراحه وكده. ده يعني صراحه في نقطه كمان مهمه جدا اللي انت بتلعب بثلاثه لعيبه في مركز اربعه، احنا يعني دي صعب جدا صعب جدا اللي انت تلعب في بطوله جامده زي دي بثلاث لعيبه اربعه ثلاث صغير 20 سنه صغير ما خدش صغير ده دلوقتي اكنه لاعب بقالي في النادي الاهلي بقاله ولا 10-15 سنه. فهنا دوره كويس، الدور بتاع ميدو انه يعني قام كويس بيه والتغييرات الكويسه محدوده اللي وصلنا في لا يعني هو الشوط مثلا الشوط الاولاني في الدور كنا 24-22 ونزل حسام يوسف بلوك طبعا بلوك يعني طبعًا مشهور بالبلوك فنزل طبعًا جيب سنجل بلوك جاب خلص الجيم الاولاني بتغييره فيعني لا هو أكيد. هو كان طيب خلينا نروح نتابع تتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه للانديه ابطال كره الطائره. ما تنسوش احنا معانا بعد التتويج ده باذن الله مباراه الاهلي والاتحاد في نهائي دوري السوبر لكره السله، لو ما لحقناش التتويج بشكل كامل هتتابعوه بعد انتهاء ان شاء الله باذن الله مباراه كره السله باذن الله الاهلي برضو يفوز فيها، هيكون مع زميلنا محمد سعيد اللي هيكون معانا في الاستوديو التحليلي المقبل. لكن لسه مكملين يا كابتن احمد كلامنا عن هذه المباراه، وانا عايز اسالك على المستوى ما بين الاهلي ومختلف الفرق اللي شاركت في البطوله دي، وبالتحديد عايز اتكلم على المباراه النهائيه مع الترجي. هل المستوى الفني من وجهه نظرك الفنيه بعيد ولا في تقارب في المستوى الفني ما بين الاهلي والترجي مثلا بما انه هو الطرف الثاني في المباراه النهائيه؟ لا اعتبر يعني احنا بيلعب ملعبه وبيلعب تقريبا يعتبر منتخب تونس من منتخب تونس. لا احنا مستوى بعيد خالص الاهلي مع الفريق الترجي بيلعب جمهوره بيلعب في بيته وبتاع كده. فلا يعني احنا يعني رغم الاشواط مثلا كانت متقاربه 25-22 بالظبط، بس الشوط يعني الشوط الرابع كان 25-16 لا يعتبر لا احنا مستوانا اعلى كتير يعني مركز 3 مركز 2 هو احنا بنلعب ضد رقم 7 حمزه نقه يعني تقريبا. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه دلوقتي لقطات من تتويج نادي الاهلي الكره الطايره رجاله الكره الطايره بعد الفوز بالبطوله الافريقيه، وكمان شايفين الاستعدادات النهائيه قبل بدايه وانطلاق مباراه كره السله ما بين الاهلي والاتحاد. هذه المباراه اللي هتكون شيقه ومهمه جدا هتتابعوها برضو من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن رضا، نبني على الفوز ده ازاي وعلى البطوله دي ازاي لما هو قادم بالنسبه لفرقه كره الطايره؟ بتعيد الجيل ده بياخد الثقه بزياده قوي وحقه لازم نديله حقه. الجيل ده زي ما طبعًا الناس قعدت تشكك فيه وتعب قدراته وفي مستوياته الفنيه وكل حاجه لازم نديله حقه. نديله حقه ان هو قدر في وقت قصير في مده قصيره جدا اللي انت تطلع من الوضع السلبي الى اعلى القمه ده، لا ده حاجه انجاز واعجاز. انت تفصل ما بين ده وده طبعا فده دور هي منظومة كلها متكاملة مع بعض أكيد. عشان ما يبقاش دور ميدو بس لوحده، كل المنظومة كلها مع بعض المنظومة. يعني سواء بقى إداري فني إدارة نشاط رياضي
يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله وربنا يعني اوكي. يعني الف الف مليون مبروك للكره الطايره في النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي هذا اللقب الغالي الافريقي، اللقب المميز والجديد واللي بيضاف لالقاب كتير جدا، اللقب رقم 15، ففرحه كبيره جدا وهنفرح كمان بعد شويه. بشكرك يا كابتن احمد، نورتنا وشرفتنا. بشكرك يا كابتن رضا، نورتنا حبيبي وشرفتنا. مبروك ليكم طبعا، الف مبروك للنادي الاهلي والجماهير والاعضاء والرئيس وكله ان شاء الله المنظومه كلها. ان شاء الله باذن الله الفرحه تكمل اكتر واكتر من خلال المباراه اللي جايه ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. خلينا نروح لنتابع المباراه، وبعد المباراه ان شاء الله مع زميلي محمد سعيد استوديو تحليلي خاص بمباراه كره السله الاهلي والاتحاد السكندري. يلا بينا.